واحد بيقول انني اؤمن ان الله يعطي العقوبة وان الله عادل، لكن رجاء ان تشرح لي قداستكم للاستفادة اكثر ما معنى لم يعاملنا حسب اعمالنا، لم يعاملنا حسب خطايانا هي، ولم يبازنا حسب ألساننا. انا بس بصحح لك الآية، لانه مثل ارتفاع السموات فوق الارض الى اخر. هو طبعا لما بيقول لم يعاملنا حسب خطايانا مش معناها الخطية بدون عقوبة، معناها من رحمة الله انه فتح لنا باب التوبة فلم يعاملنا حسب خطايانا. لكن مع وجود هذا المزمور كثيرون عوقبوا، ومن ضمنهم قائل هذا المزمور نفسه اللي هو داود. ولكي تعرف العقوبات اقرأ صموئيل الثاني، سفر صموئيل الثاني اصحاح 12، ربنا قال له السيف لا يغادر بيتك ويجرى لك كذا وكذا وكذا وكذا، فعاقبه. معروف ان ربنا عاقب داود، ولو قريت الكتاب بتاعنا عن حياة داود ستجد العقوبات المرة التي مر فيها داود، لدرجة انه مع هذا المزمور ومع المزمور 50 كان يقول يا رب لا تبكتني بغضبك ولا تؤدبني بسخطك، ارحمني يا رب فاني ضعيف، اشفيني فان عظامي قد اضطربت. وكان يقول في كل ليله وعوم سريري وبدموعي ابل فراشي، وصارت دموعي لي طعاما نهارا وليلا. فداود اخذ عقوبه له مع انه قال لم يصنع معنا حسب خطايانا. شرط التوبة، شرط التوبة. ونصيحة لصاحب السؤال، لا تأخذ آية واحدة من الكتاب المقدس وتكون بها معتقد. خذ الكتاب المقدس كله، خذ الآيات الخاصة بالمغفرة والآيات الخاصة بالعقوبة والآيات الخاصة بالتوبة وتكون